منذ فترة طويلة وحال مفردات البطاقة التموينية في تراجع مستمر في محافظة ديالى، فالمواطن الذي وعد بإضافة مواد أخرى لم يعد يسلم على الأربعة الأساسية وهي الزيت والطحين والسكر والرز، وبسبب انقطاعها فقد ارتفعت أسعارها في الأسواق والمحال التجارية. صعود المواد الغذائية بالنسبة للزيوت، يعني الزيت، الدهن، الشكر صاعد، الطحين، التمن، كلها بصعود، ذلك بسبب الحصة التموينية قليلة بالنسبة، وجاء تتأخر كل شهرين ثلاثة يلا تيجي الحصة التموينية، فالمواطن يعني اللي ما عنده دخل، ما عنده راتب، منين يجيب؟ الإنسان اللي يشتغل على رجله، عماله، منين يجيب؟ هذا بطل الزيت باثنين ونص. هذا المواطن يستغيث من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق، وهو يكابد ألم الشيخوخة والبطالة في آن واحد. الطحين ماكو، أنا راح أشتري كل أسواق صادوة، أشتري بأربعة وثلاثين، أشتري بأربعة وثلاثين، وأشتري بستة وثلاثين، وأشتري بعشرين، وأشتري بخمستعش. الزيت باثنين ونص، حتى لو كان أبو 900 ألو أقل، هذا كله على اثنين ونص، ما تقدر تجبر يعني. ارتفاع الأسعار من مصادرها جعل أصحاب الأسواق يعانون من ضعف الحركة الشرائية، وهذا ما دفع أغلبهم لغلق مصدر رزقه الوحيد بسبب الركود. اضطروا أغلب أهل المحلات يعزون بسبب صعود الأسعار، ما يقدر يعني، هذا تأثر عليه، ما تصير عنده شراء، أي قوة شرائية، ماكو سوق يعني. هسه أنا اليوم شقد، اليوم ستة بالشهر ماكو أي حركة، وين الحركة؟ تشوف التاي قدام عينك يعني، يوم يوم تضطر تتعزل بالنهاية، إذا متطلبات الإيجار، متطلبات الكهرباء، عندك عمال، عندك شسمة، عندك كلها مطلوبة من عندك. سياسيون مشغولون بصراعهم على مناصبهم، والمواطن يكابد في سبيل الحصول على كيس من الطحين. من محافظة ديالى، عبد الله الباش، قناة الرشيد الفضائي.